والذي ينبغي أيضا التذكير هنا بأنه إذا صعد صفا وصعد المروة أيضا كيفية الطواف شيخنا معلش الله يجزيك الخير في من يدلهم سيدي نحن نذكر في أشياء أخرى عشان تزيد يعني شيخنا هذا شيء لا ينتهي. المهم أنه إذا صعد الصاعد إلى الصفا ينبغي أن يحاول وقد أبقت الهندسة المعمارية التي لم تقم على مراعاة الأحكام الشرعية مع الأسف قد فلت منها رمي غير رام بحيث بقي فجوة بين ساريتين بإمكان الواقف على الصفا أن يرى الكعبة فيتوجه إليها ويرفع يديه ويأتي بالتكبير والتهليل المعروف في السنة. مع الأسف في المروة ما في مجال سد، لكن يجتهد يقدر الكعبة هون ولا هون ولا هون، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس تراهم كأنهم شاردين يعني بيرفعوا يديهم هيك للسماء بدل ما يستقبلوا الكعبة وهن في المروة بيستقبلوا ايش الصفا، يعني جهل عجيب وعجيب جدا. لينتبه الإنسان حينما يقف على المروة أن يستقبل الكعبة كما نجتهد نحن الآن هنا وبيننا وبين الكعبة ألوف الكيلومترات، نجتهد أن نعرف جهة الكعبة، كذلك هناك أقرب وأسهل أن الإنسان يعرف جهة الكعبة فيقف هناك ويكبر ويهلل ويدعو كما جاء في السنة مستقبلا الكعبة. وأخيرا سبعة أشواط ذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط ثاني، هذا ثابت في السنة. وما يقال في بعض المذاهب أن من الصفا إلى الصفا شوط واحد، هذا أولا خطأ مخالف السنة، وثانيا إتعاب لجماهير الحجاج والعمار بدون كسب بدون كسب، فينتهي السعي بين الصفا والمروة على المروة ومن هناك يخرج ويتابع أعماله. نرجو لكم إن شاء الله سفرا قاصدا ميمونا وعمرة متقبلة، وراجين أن تدعو لنا بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله هناك، ونسألكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. تفضل. بالنسبة للسؤال اللي سألتك فيه بالنسبة للكافلات المصرفية، ايه سألنا البنك بيقول نسبة 2% من قيمة الكفالة، كيف؟ الكفالة معناها غير ما قلنا لك، يعني معناها بياخذوا زيادة كل ما ارتفعت القيمة. اي نعم، يعني 2% من المتر، اذا 10,000 يبقى 2% وكذا، 20,000 يبقى تضرب 20,000 في 2 على 100، يعني ترتفع القيمة مع ارتفاع المبلغ. نحطه ده الان؟ لا ما بيجوز هذا، ما بيجوز. لا بارك الله فيك وفيك، بارك الله كل خير. آمين. Então, só de novo.